السلام عليكم ورحمة الله. في تطورات الأزمة في إيران، قرر المرشح لانتخابات الرئاسة محسن رضائي قرر سحب الشكوى التي تقدم بها ضد نتائج الانتخابات لتضمنها تجاوزات، مبررا خطوته بصورة خاصة بالمهلة غير الكافية التي حددتها السلطات للنظر فيها. أيضا كما برر رضائي قراره بأن الوضع في البلاد دخل مرحلة حساسة وحاسمة أكثر أهمية من الانتخابات. وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي منح مجلس صيانة الدستور مهلة 5 أيام إضافية للنظر في الطعون المتعلقة بهذه الانتخابات. ومن جانب آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني منوشار متكي أنه لن يشارك في الاجتماع حول أفغانستان المقرر عقده في إيطاليا على هامش اجتماع مجموعة الثمانية. المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وافق على تمديد فترة شكاوى التزوير في الانتخابات الإيرانية في وقت ذكر مكتب المرشح مير حسين موسوي في تقرير أن عمليات تزوير ومخالفات شابت الانتخابات الرئاسية، وطالب مرة أخرى بتشكيل لجنة حقيقة تعيد النظر بالعملية الانتخابية. ففي تقرير من 3 صفحات عددت اللجنة التابعة لموسوي المخالفات الرئيس التي أحصتها في العملية الانتخابية، وطلبت تشكيل لجنة حقيقة عادلة وقبول جميع الأطراف بالنظر في العملية الانتخابية برمتها. مجلس صيانة الدستور رفض كل المطالب بإلغاء نتائج الانتخابات، ولم يعر أهمية لدعوات المحتجين ولسقوط قتلى في هذه الاحتجاجات. عدد من مراجع قم ومجمع محققي ومدرسي الحوزة العلمية كانوا قد أيدوا إعادة النتائج حفاظا على الوحدة الوطنية وعلى نظام الجمهورية الإسلامية. وبينما تستعد المعارضة الإيرانية لتنظيم احتجاج جديد يوم الأربعاء مقابل مجلس الشورى وآخر مقابل مرقد الإمام الخميني الراحل، أعلن مجلس صيانة الدستور أنه سيتم تنصيب الرئيس الجديد ما بين 26 يوليو و19 أغسطس. كذلك فقد أعلن المرشحان مير حسين موسوي ومهدي كروبي أعلنا استعدادهما لمناظرة تلفزيونية مع الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد. من جهته دعا كروبي إلى إقامة مراسم تأبين في أنحاء إيران لمن قتلوا بإطلاق نار استهدفهم في الاحتجاجات السلمية التي عمت طهران ومعظم المدن. وتفيد تقارير أن من يسمون بذوي الملابس المدنية أغلقوا صحيفة مير حسين موسوي كلمي سابز واعتقلوا 25 صحافيا فيها، كما بث التلفزيون الإيراني اعترافات من وصفهم بالمخربين، قالوا إنهم هاجموا الممتلكات العامة وأشعلوا الحرائق، غير أن مواقع الإصلاحيين على الإنترنت اعتبرت ذلك تشويها لسمعة المحتجين ومطالبهم السلمية المشروعة. نجاح محمد علي، العربية.